أكثر من 593 ألف كيس دم تم الحصول عليه من التبرعات خلال سنة 2017، ثلث التبرعات جمعت من الشاحنات المتنقلة وثلثين على مستوى مراكز التبرع بالمستشفيات، غير أن عدد المتبرعين غير المنتظمين يمثل الأغلبية بنسبة 43% مقابل 23% للمتبرعين المنتظمين و34% من المتبرعين العائليين. كاين التغطية والتلبية، ولكن ما يخفلكمش كاين عنصر مهم أنه الدم مادة حية اللي عنده صلاحية استهلاك، فهذا يعني يجبرنا من جانب ترقية التبرع بالدم أن نقوم بحملات تحسيسية بصفة منتظمة باش يكون يعني الميساج يفوت وتكون تمويل مستمر لبنوك الدم. مدة الحياة تاع صفائح جد قليلة، فيتطلب منا التمويل المستمر للبنوك، وخاصة الصفائح مستعملة فيما يخص أمراض السرطان اللي هم بحاجة ماسة إلى هذه الخلايا الدموية. شهر رمضان لم يمنع الصائمين من التبرع. الشاحنات المتنقلة حطت أمام المساجد خلال سهرات رمضان لاستقبال المتبرعين. هما ماذا بهم يجوا حاجة دي عفسة تاع خير، ماشي عفسة شغل ديرها موال، هذه عفسة ديرها للجهة ربي، يقود المرضى. هذا واش نقول، نتمنى إن شاء الله ثاني الشعب كامل يفيق ويفطن ويعاون قوته، المرضى إن شاء الله يعاونوهم ويعاود رب العالمين يعوضهم. التحسيس بأهمية التبرع للحصول على أكبر عدد ممكن من أكياس الدم لتلبية الطلبات المتزايدة هو ما تسعى إلى تحقيقه حملات جمع التبرعات. راكو شفتوا الشبيبة وراكو شفتوا المواطنين جاو يعني بدون إنذار، شافوا الشاحنة تاع تبرع بالدم وتقدموا يعني عادي. عندنا شكارة تاع الدم، نقول لهم دائما سي باس اون بواط دو باراسيتامول كون بو تروفي دونز اون فارماسي. المتبرع الدم لازم هناك يكون متبرعين ويكون تعاون ما بين المريض والمواطن. شهدت سنة 2017 ارتفاعاً في عدد المتبرعين بنسبة 6.5% مقارنة بالسنة التي سبقتها، وبالمقابل يرتفع عدد الاحتياجات بالمستشفيات خاصة خلال فصل الصيف، أين يسجل نقص في عدد المتبرعين مقابل الأشهر الأخرى من السنة.